السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم كاشر هيز، رجعنا لكم لعبة ديستني استراتيجية القضاء على وور بيرست. طبعا وور بيرست هو الوحش الأول في طور ريد كينجز فول، استراتيجية جدا سهلة وبسيطة ويحتاج إلى التركيز. في البداية توزع الشباب على النحو التالي: اثنين في اليسار واثنين في النص وواحد على جهتك اليمين. اللي على جهتك اليمين هو الشخص اللي يقابلك وانت في هذا المكان. شو يعني بالضبط؟ يعني لازم تذبح النايت اللي يطلعون النايتات، الويزرد، الثرالز، بحيث انك تخفف عليه الضغط وما ينكب ويجيب العيد. بعد ما تذبحون الوحوش اللي في الخريطة كامل وتنظفونها بنسبة 100%، يرسبنون ثلاث نايتات على كل بوابة نايت واحد. الهيلث بار ماله باللون الأصفر ويكون حامل سيف. طبعا هذا هو النازل، هذا هو النايت اللي اتكلم عنكم. بعد ما الشباب ينظفون كل النايتات في تحت بتضوي العمدان، عمود رقم واحد، عمود رقم اثنين، عمود رقم ثلاثة، وبتضي بشكل عشوائي وتخبرهم على اي بوابة المفروض يقعدون عليها ويفعلون الشيد اللي باللون احمر. الحين العمود الرقم واحد، اقول للشخص اقعد على العمود رقم واحد، وانفعلت اقعد على عمود رقم ثلاثة، وانفعلت اقعد على مود رقم اثنين. لكن الشباب فشلوا وعطوا تحتني بروكن، لازم يعيدون الخطوة من جديد. يعطيهم اربع محاولات في كل مرة، رقم واحد، رقم ثلاثة، رقم اثنين. طبعا الحين ضبط، والحين يبدون تدميج وور بيرست. طبعا اخر شخص فتح البوابة يكون عليه الشيد اللي باللون احمر. هني طبعا كلكم تقلبون سنايبرات، واللي اخذ الشيد يعطونا 10 ثواني. في العشر ثواني هذه لازم يكون ذابح احد الوحوش الصغيره اللي تحت، بحيث انه يطول المده وهو شال الشيلد. وان ما ذبح احد يموت ويتحول الشيلد لشخص اخر. يوم يدق الاوفر سول تزبنون ورا الجدران اللي على شكل تماثيل او اللي على شكل كتابه، تزبنون. طبعا هو المكان الامن الوحيد واللي يحميكم من الاوفر سول، وتكررون نفس العمليه بالضبط. عندكم اربع محاولات عشان تضبطون فتح البوابه. ان فشلتوا في الاربع مرات تموتون. كذلك عندكم اربع شيلدات عشان تذبحون وور بيرست، وان فشلتوا تموتون لان ما يكون فيه عمود رابع عشان تزبن وراه. وان وصل الهيلث بار لوور بيرست للربع يدخل التيكن وتحاولون تدمجوهم. طبعا اصعب نوع ما من الهايف العادي لانه يكون عليهم بلينك وخصائص معينه، وتمشون على النحو التالي كيف ما قلت لكم. شيء ثاني، العمود اللي انفجر اول واحد اللي زبلنا عمود رقم اثنين يكون بدالها اشعاع. يوم يطلع الاشعاع اللي باللون الاحمر تخبر الشخص يقعد عليه، بحيث انه يفعل البوابه على شكل على حسب الصوره اللي ماشي عليه تفعيل البوابات العشوائي. Down.